بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الذين من الله عليهم بالبلاء واصطفاهم بالامتحان فصبروا وصابروا لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل كل سحر وكل حسد كل سحر وكل حسد كل سحر وكل حسد كل سحر وكل حسد اللهم أبطل كل عين سببت حرارة في الجسد سببت حرارة في الجسد سببت حرارة في الجسد اللهم أبطل كل سحر وكل حسد كل عين سببت حرارة في الجسد سببت حرارة في الجسد كلما أوقدوا نارا 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 نارا للحرب أطفأها الله 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 لا يا نار كوني بردا 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 يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما فإذا هم خامدون خامدون حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى جعلناهم حصيدا خامدين قل نار جهنم قل نار جهنم قل نار جهنم نار جهنم أشد حرا
نار جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا. قل نار جهنم، نار جهنم أشد حرا، لو كانوا يعلمون. نار جهنم أشد حرا، لو كانوا يعلمون. اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حر العين وبرد العين ووصب العين ونصب العين، اللهم أذهب حر العين وبرد العين ووصب العين ونصب العين، اللهم أخرج كل عين لامة، كل عين لامة، كل عين لامة، اللهم أخرج كل عين معجبة أو متعجبة، كل عين معجبة أو متعجبة، كل عين معجبة أو متعجبة، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت، اللهم أبطل عنا كل عين أو نظرة، أو نظرة أمرضت وعطلت، أو نظرة أمرضت وعطلت، أو نظرة أمرضت وعطلت، أمرضت وعطلت، أمرضت وعطلت، اللهم أخرج كل عين ونظرة تكررت وما بركت، تكررت وما بركت. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم، 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 وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت
مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم الله يشفيكم من شر كل عين حاسد الله يشفيكم اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعيذكم بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار حصنتكم بالله حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وعصمتكم بربي ورب كل شيء وأكلتكم إلى الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر عنكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبكم الله ونعم الوكيل حسبكم الرب من العباد حسبكم الخالق من المخلوق حسبكم الرازق من المرزوق حسبكم الذي هو حسبكم حسبكم الله وكفى وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ليس وراء الله مبتغى حسبكم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك
وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.